احمد عبد التواب الجيزه كانت حصلت له حادثه كبيره اثرت على العمود الفقري وجاله شلل نصفي، مفيش حد يخدمه لان الاب كبير في السن والام توفت بعد الحادث على طول. كان محتاج عمليه تثبيت المسامير والشرايح اللي في ظهره. الحمد لله برنامج بالتعاون مع الاستاذ الدكتور هاني عبد الجواد استشاري جراحه العمود الفقري قدرنا نعمل له العمليه. تعال نشوف احمد اخباره ايه. كنت ماشي على طريق والعربية دخلت فيها من ورا، نطرتني على الطريق ووقعت على حاجة عالية فقطمت ظهري نصين وحصل لي كسر في العمود الفقري، سبب لي شلل نصفي وعمل لي إعاقة وسبب لي إن أنا أقعد على كرسي متحرك. واتعرضت على أكتر من دكتور، كل ما أروح لدكتور يقول لي مثلا أنت عندك كسر في العمود الفقري والعملية فيها مشاكل. الاحتياج إيه بقى؟ أنت محتاج إيه دلوقتي؟ وتكلفتها كام؟ محتاج إن أنا دكتور يتبنى حالته ويعالجني، فعرفت إن التكلفة دي تكلفة العملية كبيرة جدا وفوق طاقة الإنسان إن هو يتحملها. معنا على التليفون الاستاذ دكتور هاني عبد الجواد استشاري العمود الفقري. مساء الخير دكتور هاني. مساء الخير. اهلا بحضرتك وشاكرين جدا وجودك معنا. اظن سيادتك عاوز تقول حاجه فيما يخص حاله اخونا احمد. انا احب اقول لاحمد انت مش لوحدك، هنحاول ندافع في الدنيا معاك، فان شاء الله نشوف حالته ولازم نقول له ان شاء الله نشوف حالته كده وان شاء الله. هبعت لسيادتك وهخليه يجي لسيادتك ان شاء الله. كنت محتاج عملية وعملية كبيرة وضخمة وتكلفتها عالية عليا ومش هقدر أدفع تكلفتها. بعد ما الدكتور عمرو استضافني عنده في البرنامج والدكتور هاني تبنى حالتي كلموني هما عن العملية وحجزولي في مستشفى، وإن شاء الله دلوقتي أنا أعمل العملية وأبقى زي الفل. وإن شاء الله أحب أشكر برنامج واحد من الناس عشان خاطر هما استضافوني وساعدوني ووقفوا جنبي، وصراحة يعني خدمة راقية وإن شاء الله تبقى عملية جميلة بإذن الله. مش مستوعب أو مش مصدق إن السرعة في العملية وكده، هم استجابوا معايا، أنا ما كملتش أسبوعين وكلموني وإن شاء الله دلوقتي أنا بعمل العملية هوتي. وبعدين يعني الظروف المادية ما تسمحش إن الواحد يجي يتعالج في مكان زي كده ويدفع فلوس بالتكلفة ديتي، وربنا هو الأعلم يعني بظروف. أنا راجل كبير برضه في سن برضه مش يعني مش قادر على خدمته، وبعدين هو كمان مش لاقي حد يخدمه ومش لاقي حد يعول أمره، وبعدين إحنا زعلنا عليه. يا رب إن أحمد ربنا يكرم على يد دكتور هاني ويقوم يمشي على رجليه. زي ما وعدنا احمد في برنامج واحد من الناس ان احنا نستضيفه، فالحمد لله تبنينا الحاله وان شاء الله النهارده نعمل له الجراحه. الحقيقه الشباب اللي في سن احمد اللي بيعانوا من شلل بالطرفين السفليين بيعيشوا ماساه كبيره جدا. الماساه ده هي لان حياته كلها على كرسي متحرك، فربنا ييسر ان شاء الله نساعده. واحنا يعني يسعدني ان انا اقول ان احنا الحمد لله استضفناه في احدى المستشفيات الكبرى، مستشفى شفا في التجمع الخامس، والنهارده نعمل له العمليه وان شاء الله يقوم بالف سلامه. يعني
الحمد لله خلصنا الامور عدت على خير. احمد بخير وان شاء الله يستفيد ان شاء الله. عملنا زي ما قلنا تسديد فوق وتحت، شلنا المسامير اللي هي في القناه العصبيه وشلنا العمود اللي هو بيضايقه في القعده، وعملنا له تثبيت مع تصليح للتحدب، وان شاء الله اموره بخير.